والآن نذكر السادة المشاهدين بالمباريات التي لعبت في الأسبوع 12 من الدوري المصري الممتاز. المقاولون العرب تعادل مع مصر المقاصة تعادل إيجابي بهدف لكل منهما، وطنطا خسر أمام الزمالك بهدفين مقابل ثلاثة، والأهلي تفوق على نادي مصر بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. جدول الترتيب العام قبيل انطلاق هذا اليوم، اليوم الثاني من الأسبوع 12 من الدوري المصري الممتاز. الأهلي في المركز الأول برصيد 30 نقطة، المقاولون العرب في المركز الثاني ب 26، الزمالك في المركز الثالث ب 21 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز الرابع ب 20 نقطة، ثم يأتي سموحة في المركز الخامس ب 17 نقطة، بيراميدز في المركز السادس ب 16 نقطة، متساوية مع الإنتاج الحربي، إنبي في المركز الثامن ب 15 نقطة، المصري البورسعيدي في المركز التاسع ب 14 نقطة. ثم يأتي بعد ذلك حرس الحدود في المركز العاشر ب 14 نقطة متساوية مع الإسماعيلي، وطلع الجيش في المركز الثاني عشر ب 11 نقطة متساوية مع نادي مصر، وأيضا الجونة. طنطا في المركز الخامس عشر ب 10 نقاط، ومصر المقصة في المركز السادس عشر أيضا ب 10 نقاط، أسوان في المركز السابع عشر ب 7 نقاط، ووادي دجلة في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط. مباريات الغد بمشيئة الله في الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز. طلع الجيش يصطدم مع حرس الحدود في تمام الساعة الثانية ونصف بتوقيت القاهرة، وسموحة مع وادي دجلة في تمام الساعة الخامسة، والاتحاد السكندري يحل ضيفا على إنبي في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة.